سيدتي الرئيس، شكرا جزيلا على صبركم وصبر المندوبين في القاعة، وشكرا لكم على منح الفرصة لكي أطلع المجلس على آخر المستجدات. كذلك أود أن أعرب عن امتناني إلى المندوب الدائم للسودان لحضوره في هذه الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن، ولن يفوتني أن أعرب عن خالص امتناني إلى حكومة تشاد وكذلك إلى الأمم المتحدة. فبفضل تعاون تشاد تمكنت من الحضور إلى هنا في مجمينا، وكذلك بمساعدة الأمم المتحدة التي مكنتنا من المضي قدما من أجل الوفاء بما محضنا إياه من ثقة، وكذلك لإجراء التحقيق المستقل الذي سطره القرار 1593. وهذه الإحاطة أقدمها من تشاد، وبالطبع هذا يعني كثيرا للمجتمعات المحلية في دارفور، أولئك الذين لم يتح لهم الفرصة لزيارة معسكرات والمخيمات هنا في تشاد. هنا رأينا بأم أعيننا أولئك الذين منوا بالكثير من الخسائر والجراح التي لم تضمت حتى الآن بدنيا ونفسيا، وهم يعربون عن امتنانهم إلى تشاد التي منحتهم الملاذ الآمن والمأوى إذ كانوا يهربون بأرواحهم وليس لديهم إلا الملابس التي يرتدونها. إن الأحداث التي وقعت في الأشهر الستة الماضية والأحداث التي علي أن أحيطكم علما بها إنما تعد جرس إنذار، ولقد سطرت ذلك في التقرير الذي عرض عليكم جميعا. ولكن الحالة متردية بكل المقاييس، فواحد من كل ثلاثة من السكان في المناطق المتضررة من تشاد أصبحوا لاجئين من السودان. هذا رقم جبار، بمعنى أن ثلث سكان تشاد في هذه المناطق باتوا من اللاجئين، ويصلون بمعدلات أسرع مما يمكن أن تتحمله تشاد والأمم المتحدة مجتمعتين. فهم يدخلون إلى هذا البلد في الكثير من الحالات ومصابين، يدخلون وهم مصابين وينزفون، ومعدلات الوفاة مرتفعة بشكل لا يمكن قبوله بالمرة بكل المقاييس. هذا بالإضافة إلى المغبة التي نراها والتي يتمقد عنها النزاع في دارفور، وما يحدث في تشاد من المزارع، تلك المزارع التي باتت تختفي تماما في هذه المناطق. هذا بالإضافة إلى دخول الأسلحة من دارفور والتي باتت تتداول في تشاد. هذا إلى جانب الإمدادات التي باتت تضمحل والموارد التي تتآكل، والكثير من البلدان التي تحيط بتشاد والتي تحيط بالسودان بلدان هشة ولديها ما لديها من تحديات ومشاكل. ولذلك أرى نفسي مضطرا إلى أن أخلص إلى ما خلصت إليه في تقريري، أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من نقطة الانهيار في السودان. ولذلك فإن النزاع في السودان يحتاج منا الاهتمام أكثر من أي وقت مضى. وبالأمس سيدتي الرئيس شرفت بالالتقاء بالضحايا الذين ذهبوا إلى فشانة. ذهبت إلى فشانة وذهبت إلى منطقة عبور، واستمعت إلى رواياتهم مباشرة من الرجال والنساء ومن المجتمعات المختلفة، وما مروا به من مشاق وما تجشموه من مآسي. وفي فشانة تحدثت إلى أحد الناجين، في الحقيقة كانت امرأة من دارفور على درجة عالية ورفيعة من الأناقة ومن الشجاعة ومن الجسارة ومن الكرامة والعزة، تلك التي روت لي ما تعرضت له وقالت لي وأقتبس: لقد رحلت وشردت كثيرا عدة مرات في أثناء أحداث 2023، وأخيرا قالت: رحلت وشردت إلى جنينة، ثم هربت إلى أتري، ثم انتقلت إلى فشانة، وبعد ذلك جئنا إلى هنا حفاة. الكثير منا ليس لديه ما يبقي رمقة، ولا نشعر أننا بتنا بشرا، نحن نشعر أننا أقل درجة من البشر. ناج آخر أو ناجية أخرى في أتري روت لي روايات
يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان على حكايات وروايات الاغتصاب الذي تعرضت له النساء والأطفال في أحد المخازن في غربي دارفور. تمت شخص آخر، رجل، أوضح لنا أنهم باتوا يستشعرون بذلك، أنهم لم يعودوا مجرد أفراد قد تورطوا وعلقوا في نزاع ما بين طرفين، ولكن يبدو أنهم كانوا مستهدفين. وهذا الرجل قال لي: لقد تعرضنا للكثير من الانتهاكات اللفظية، لا سيما من القبائل الأفريقية. قيل لنا: يا سود، يا سود الوجوه. وكذلك قيل لنا كلمات بأنه ينبغي عليهم أن يقضوا علينا تماما، وأننا لاجئين، لاجئون. لعلكم جميعا تعلمون أن الاضطهاد والقتل والاغتصاب في مثل هذه الظروف يشكل بل ويرقى إلى انتهاكات لنظام روما الأساسي. ولكن أود أن أنتهز هذه الفرصة أيضا لكي أؤكد على أن العنصرية والتمييز والقتل والاضطهاد والاغتصاب، كل هذا في الحقيقة يناهض تماما تعاليم الإسلام الأساسية التي ذلك الدين الذي يدين به الأطراف كافة المتورطون في هذا النزاع. وعلي هنا أن أذكر أن تمت نقطة ربما ينبغي أن تجمعنا وأن توحد صفنا. فنبي الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف في خطبة الوداع أن ليس لعربي فضل على أعجم إلا بالتقوى، وليس لأعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى، وليس لأسود على أبيض ولا فضل لأبيض على أسود، ولا فضل لأسود على أبيض إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. وهذه الرسالة بالطبع ظل يتردد صداها حتى يومنا هذا، أكثر بعد أكثر من مرور، وكان ذلك بعد المسيحية ب600 عام. حتى النظام الأساسي لروما وقانون روما الأساسي الذي نطبقه في المحكمة الجنائية الدولية هو التراث المشترك للبشرية جمعاء، فهو يعبر عن الأديان المختلفة، عن الأعراق المختلفة، عن المشارب الثقافية المختلفة، عن المشارب العقائدية المختلفة، بل وإنه يشكل النبراس الذي ينبغي أن نسترشد به في رحلتنا وفي مشوارنا وفي سبيلنا إلى الأمام. وأقول إن الضمانات الأساسية، ويسطر الضمانات الأساسية أيضا التي تردد صداها في القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن والذي أحال الوضع في دارفور إلى مكتبي، وفي أثناء عودتي من فشانة وأتري كنت أتأمل وأنعم النظر فيما سمعته. وفي مختلف التأملات والروايات والآلام والتوقعات التي تحد الشعب في دارفور، أولئك الذين باتوا لا يرغبون إلا في الأساسيات، أساسيات الحياة، ويبدو أنه ينبغي علينا ألا نخذلهم، وينبغي أن يروا العدالة رأي العين ولا فقط يستمعوا إلى وعود بالعدالة. والحكايات التي سمعتها والروايات التي سمعتها في هذه المعسكرات وهذه المخيمات ليست منبتة الصلة عن بعضها البعض، فجميعها أيضا تصب في تحقيقات أخرى تجري في بلدان أخرى في المنطقة، من جانب الشتات ومن جانب الجاليات السودانية. التقيت بعضهم في لندن منذ أسبوعين، ولكن عندما استمعت إلى هذه الروايات بأذني في الحقيقة كان ذلك مؤلما للغاية. فأولئك قد تعرضوا للانتهاكات وللاضطهاد لسنوات وسنوات، ولذا وكانوا دائما يرون أن العالم قد أغمض عينيه عن معاناتهم، وهم يعتقدوا أنهم لا يرقون إلى حتى مجرد أن يكونوا مسألة تهتم بها المحكمة الجنائية الدولية أو حتى المجتمع الدولي، وأنهم أصغر من ذلك بكثير للأسف الشديد. وكما ورد في تقريري الذي رفعته إلى المجلس، فإن الأعمال الوحشية المزعومة والتي جرت في الجنينة تشكل محورا مهما في التحقيقات التي يجريها مكتبي في اللحظة الراهنة. ولي أن أؤكد للمجلس أننا بصدد جمع قدر مهم جدا من المواد ومن الأدلة ومن المعلومات المتعلقة بهذه الجرائم بالذات. سيدتي الرئيس، آمل أن يكون صوتي
مسموعا لديكم؟ نعم، تشير وتومئ الرئيسة بأننا نسمع الصوت بوضوح. نعم نعم، نسمع الصوت بوضوح، تفضل سيدي. شكرا جزيلا. إن حجم هذا النزاع والتبعات الإنسانية المروعة بالطبع هي محط تحقيقة من جانبنا ومن جانب الأمم المتحدة، وثمة عدد كبير من المنظمات التي تعكف على جمع الأدلة، وذلك مع استمرار تدفق اللاجئين إلى تشاد ودول الجوار. ونحن والكثير من النساء في مكتبي يستمعن إلى روايات تقشعر لها الأبدان. أما الأرقام الإحصائية فهي معروفة، ف7.1 مليون نسمة قد شردوا في السودان داخليا، شردوا داخليا في السودان منذ أبريل نيسان 2023، 1.5 مليون قد هربوا إلى أو فروا إلى الدول المجاورة للسودان، أكثر من 555 ألفا من أهالي دارفور فروا إلى تشاد حتى ديسمبر من العام الماضي، وعلى مدار الأشهر التسعة السابقة من 400 ألف تقريبا أو 4000 إلى 6000 ربما قد وصلوا إلى فشانة، لاجئين إلى فشانة. وكذلك في مركز عبور أدري الذي زرته أيضا، إذ تلقوا 166 ألفا من الأفراد الهاربين والفارين. هذه أرقام بالطبع يمكن قد تستغرقنا هذه الأرقام، ولكن بالمناسبة كل رقم هو عبارة عن حياة، حياة مرت بأزمات مدلهمة، بمشاق لا تخطر على قلب بشر، ولديهم توقع، لديهم أمل أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ربما نفي بالوعود التي قطعناها على أنفسنا مرارا وتكرارا في السابق. أنا آمل أن نستفيق وأن يستفيق المجتمع الدولي بأنه لا يمكن أبدا أن نترك هذه الأزمة تتفاقم، لا يمكن أن نستمر في تطبيق القانون بطريقة مجتزأة، ولكن واجب إقامة العدل ينص عليه الميثاق ونظام روما الأساسي وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. هذا أيضا مقتضى من مقتضيات المصلحة الشخصية بحسب ما هو مفهوم بالطبع. هذا يحملنا من وجهة نظري على أن نتبع نهجا مختلفا لحل هذه المشكلة التي طال أمدها في دارفور، تلك التي باتت على المحك والتي باتت مرشحة للتوسع والتفاقم، لأنها لن تقتصر على دارفور فحسب، نحن نخشى من أنها ستتفاقم وتتسع، ربما تبدأ من ليبيا للبحر المتوسط لأفريقيا جنوب الصحراء، من السودان على البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي. نرى مناطق شتى، مناطق شتى تستعر فيها النزاعات بل وتنتصر على سيادة القانون وتمزق حيوات أولئك الذين يستحقون أن يعيشوا في سلام وأن يعيشوا في أمان، وألا يتجشموا كل الانتهاكات التي تحدث لنظام روما الداخلي. المحاكم، سيادة القانون بمفردها لا يمكن أن تحل المشكلة. هذا يحتاج أيضا إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة والأسرة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ودول الأعضاء، المجتمع الدولي برمته على اتساعه ينبغي ألا تبدد قدراته المشاكل العسيرة والعصية على الحل، ولكن ينبغي أن يستفيق وأن يحاول أن يحتوي هذا النزاع. ولكن في وسط هذه الأزمة المدلهمة ربما نرى شعاع أمل، شعاع أمل قد يمزق أو قد يخترق هذا الظلام الذي نستشعره والذي بات يلفنا جميعا نظرا لهذه الأزمة. هذا ما يتطلع إليه الأهالين في دارفور، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يرونه للخروج من ربقة هذه الأزمة. من الرجال الذين التقيتهم في فشانة طرح علي سؤالا عميقا لم أجد له إجابة، وسأطرح عليكم هذا السؤال.
قال لي حسنا الفريق في تشاد في أكتوبر وفي ديسمبر بالطبع يعملون على بناء الشراكات وجمع الأدلة مع المجتمع المدني، نحاول التواصل مع أي من كان يمكن أن يقدم المساعدة للأكثر هشاشة واستضعافا. ولكن السؤال كان ما الذي يجعلك تعتقد أننا سنصل إلى نتيجة مختلفة، نتيجة مختلفة عن تلك التي توصلنا إليها قبل 20 عاما؟ ولكم أن تتخيلوا صعوبة الإجابة عن هذا السؤال البسيط جدا والرئيس والأساس في الوقت نفسه، ولكن صعوبات التحديات والأزمات والأمور السياسية المعقدة التي تحيط بهذه الحالة قد لا تقتصر فقط على إنفاذ القانون، وينبغي ألا يقود ذلك إلى الشلل وإلى التقاعس عن التصرف في مواجهة هذه المعاناة المدلهمة في المنطقة. أيضا نحن ربما نرى أملا في محاكمة علي قشيب وعبد الرحمن وهما في الوقت الراهن أمام الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة السابقة، وكذلك مع الممثلون القانونيون للضحايا، وكذلك تطرح وتقدم مذكرات الدفاع ومذكرات الادعاء. كل هذا قد بدأ بالفعل أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية. إن إخفاق الأسرة الدولية في تنفيذ محاضر الجلب التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية قد عززت مناخ الإفلات من العقاب، وهذا ما يجعل أعمال العنف التي بدأت في أبريل نيسان الماضي مستمرة بدون إعمال العدالة. فإن هذا سيشكل حكم إعدام بالنسبة إلى الجيل الحالي، ونكون قد حكمنا على الأجيال المقبلة بأن تعاني المعاناة نفسها بشكل متكرر في ضوء ما يشهده العالم من صور بشعة عن معاناة هؤلاء. ما خلصت إليه وتقييمي للوضع هو أنه ثمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه حالياً ترتكب جرائم في دارفور بموجب نظام روما الأساسي، وتلك الجرائم ترتكبها على حد سواء القوات السودانية وكذلك قوة التدخل أو الدعم السريع. لذلك أطلب إليكم دعمكم، ونطلب إلى السودان الامتثال بحسن نية للقرار 1598، ونحن نطلب المساعدة لمساعدة المحققين في البلاد، ولا بد من تحسين الوضع بمعزل عن التحديات الهائلة التي تواجه السودان راهنا. نحن لم نتلقى أي ورقة من القوات المسلحة السودانية. التقيت الجنرال البرهان في سبتمبر أيلول ووعد بأن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكن رغم هذا الوعد الذي قطعه أمامي وجها لوجه، ورغم ما خلصت إليه لجنة التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة، إلا أننا لم نحصل على أي معلومات. 35 طلبا للمساعدة لم تلقى حتى الآن جوابا من الحكومة السودانية، ولعل التطور الأوحد الإيجابي تمثل في تعيين الحكومة السودانية لمسؤول عن الاتصال، وقد منح تأشيرة دخول لمرة واحدة بعد طلبات عديدة، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه خلال الإحاطة السابقة للمجلس.
وهذه تلك الخطوة على تواضعها، فإنها تدفعني إلى الطلب إلى المجلس وإلى السودان تسريع عجلة تنفيذ القرار 1593. وفي نوفمبر تشرين الثاني تلقينا أخيرا أسماء الأفراد الذين كانوا جزءا من أو كانت تتناولهم لجنة التحقيق، إلا أننا لم نتلقى معلومات لا بشأن المزاعم المتصلة بهؤلاء ولا بالجرائم المرتكبة من القوات المسلحة السودانية أو من جهات أخرى. في التحليل النهائي إن واجب الامتثال للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن يموه وأن يتم تبديد هذه المسألة. وذلك من خلال توجيه إصبع الاتهام إلى طرف آخر بذريعة أو بداعي انتهاك القانون الإنساني الدولي، بل إن تعاون الجميع مهم لإعمال العدالة. أدعو كل الأطراف، أطراف النزاع، إلى تقديم المعلومات المفيدة لتحقيقاتنا، لا سيما بشأن الأحداث الراهنة وتلك التي بدأت في أبريل نيسان. وأدعو أطراف النزاع إلى الاستجابة كذلك إلى طلب المساعدة الذي نقله فريق الدفاع لعبد الرحمن وعلي قشيب، وإن مكتبي حض الدفاع مرات عديدة على الاستعانة بمكتبي لتيسير التحقيقات بشأن الدفاع، وأنا أدعو هيئة الدفاع عن هذين المتهمين إلى التعاون مع مكتبنا. الأشهر الماضية سمحت لنا بأن نجمع أدلة ومعلومات من مصادر أخرى، ويسعدني أن أفيد بأننا أحرزنا تقدما فيما يتعلق بقضية عمر البشير والسيد حسين والسيد هارون، حيث تلقينا معلومات تعزز القضايا المتصلة بهؤلاء الثلاثة. نحن كل هذه الصعوبات لن تثبت عزمنا، بل بد وأن نجد سبيلا لكسر دوامة العنف، ونحن نعول على قوة إحالة مجلس الأمن لهذه المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. كنتم محقين لأننا لمسنا آثار الإفلات من العقاب في السودان، وهذا ما ينطوي على خطر امتداد النزاع إلى خارج السودان والمنطقة. نشهد في العالم أجمع تصعيدا في العنف وتعمقا للمعاناة الإنسانية، ولكني على قناعة أنه رغم هذا الظرف العصيب فإن للقانون الدولي دور يلعبه لنجدة كل من هم بحاجة إلى المساعدة. إن مسؤولية مجلس الأمن الأولى عن صون السلم والأمن الدوليين ونظام روما الأساسي ومبادئ نيرنبرغ كلها ذات دلالة بالنسبة إلى الكثيرين، أو أنها عديمة الجدوى بالنسبة إلى الجميع.
ثمت حاجة ملحة للتعامل على قدم المساواة مع كل تلك القضايا، ولا بد وأن هو لنجدة سكان دارفور تلك مسؤولية جماعية، ونحن لا ندخر وسعا للعمل مع أعضاء المجلس والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني مع السودان مع تشاد ومع أي طرف أو جهة لنضمن إعمال العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب. فبدون وضع حد للإفلات من العقاب إن هذا لا يمكن إلا أن يفضي إلى المزيد من عدم الاستقرار والنزاعات في العالم. إن العديد من سكان دارفور يخشون أن يكتنف النسيان ما يعانيه شعب الدارفور، وإن حصل ذلك فإنها ستكون المرة الثانية التي يخيب فيها أمل شعب الدارفور، وهذا ما لا ينبغي أن نسمح بحصوله. شكرا لحسن انتباهكم.